حظ سعيد يا حبيبي، هتوحشنا. ماما، يلا نلعب استغمية. أوه لا لا لا، أنا مش هقع في المقلب ده تاني. أنتي تحت المراقبة 24 ساعة كل أيام الأسبوع. أنا براقبك زي الصقر. نانسي، هي اختفت تاني. الأم المحققة هتتولى القضية. وبس، هاي يا أخويا، إيه الأخبار؟ ساعدني أستخبى. لا، من فضلك. طيب، اتفضلي. شكراً. أنا محتاجة حاجة تانية، ممكن تساعدني؟ أوكي. إيه؟ هي الليست دي ملهاش نهاية؟ شكراً يا أخويا، لكن مين هيساعدني أنا؟ هاي، ما شفتش أختك؟ لا، ما شفتهاش. هي مستخبية فين؟ ده بابا. هاي يا عيلتي، إحنا كويسين جداً. فين نانسي؟ هي خرجت؟ نانسي، هناديها. أهي هنا حبيبتي، إيه اللي حصل لشعرك؟ إحنا جربنا شوية تسريحات. لطيف قوي، لازم أمشي. باي. فيهو، ودلوقتي يلا نبتدي البحث. العميل الخاص مارك في الميدان. مفيش مخاطرات تاني، وقت إنه يحط الكاميرات. المهم إنه يخبيهم كويس. مفيش حد هيشك في دب. وآخر واحدة في كرة الكلب. لكن الكلب بيخطط لحاجة تانية. إيه اللي بيحصل؟ هو مارك بيلعب بالعرايس؟ مين كان يتوقع ده؟ مفيش تصوير. آه، ظهري وجعني، أنا محتاجة كرسي. هي ممكن تكون فين؟ أنا هدور تحت الكنبة. أيوة، شراب، كنت بدور عليك. روح لأصحابك، النهاردة كان يوم كويس، هكمل تدوير. مفيش حد هنا، أنا محتاجة بريك. أهو الكرسي، زي ما طلبتي، ده بسيط جدا. طيب، أنا هجدده. فرو بينك، تمام. وأضيف شوية قلوب. كده ألطف بكتير. لسه في حاجة غلط. الوحوش الناعمة بتاعتي دلوقتي بقى مثالي. نانسي طلبت مني أجيب لها ميك اب. شنطة ظهر رائع، لكن إيه ده؟ اسمه بالنسبة لي زي الشفرة. مش مشكلة، أنا هجيب كل حاجة. ماما، أنا مستعجل. إيه ده؟ استنى، محتاج مكوة شعري ليه؟ هعمل توست. أوكي. طيب، وملمع الشفايف؟ ده للتمويه. شرايط واكس؟ أنا ببني قوة تحمل. اتفضلي، أنت ليه متضايق؟ مفيش حد. أها، نانسي، لقيتك. وبس، أسفة إني أزعجتك، دي مش نانسي. أهي هنا.
مسكتك. انت مين؟ انت شفت بنتي؟ لا مش مشكلة، الدولاب ده محتاج تجديد. هزين الترابيزة بأنوار. وحط اللمبة دي هنا، وانتوا ممكن تتحطوا هنا. أيوة، ابتدي المراقبة. شكلي في حد في الحمام، لازم أتأكد. نانسي، ده أنتي؟ واو، هاي ماما، ادخلي. المكان ده مريح قوي، حبيته. نانسي، أنتي كويسة؟ دي ماما نايمة، ده هيخليكي أدفى. أنا محتاجة رف زي ده، ممكن تجيب القطع؟ فهمت، هحاول على قد ما أقدر، شكراً. نانسي، مفيش حد. هي ممكن تكون هنا؟ لا، هدور في مكان تاني. أنا عندي فكرة، قربت أخلص وخلاص، رائع. دلوقتي بقى في مكان للنبات بتاعي. يلا نضيف ضوء عشان شكله يكون لطيف. مذهل. في حاجة ناقصة. طبعا أنا محتاجة انتعش شوية. الصودا الساقعة مثالية. دي نانسي. إيه؟ كنت هتكشف. ما تفتنش عليا، استخبي تحت السلم. شفت نانسي؟ لا، دي حاجة غريبة. نانسي، انتي فين؟ هلاقيكي. فتحة التهوية، لطيف. نانسي، لقيتك. أنا جايلك دلوقتي. هي في الشاور دلوقتي، مش هتهربي. نانسي، مفيش حد تاني، ده مش معقول. فيهو، ازاي ممكن انزل دلوقتي؟ محقق، بص، ده مشوق. دلوقتي انا عارفة اعمل ايه. المهم الاول خطة بحث. الدايرة صغرت للأماكن دي، المطبخ، الحمام، أوضة النوم، رحتهم. طبعا مش فاضل غير مكان واحد، الدولاب. لقيتك. وبس، واو، انتي عملتي حاجات كتيرة قوي. أيوة، اتفضلي، بصي، عجبني، اتفضلي الرفوف. وبس، نانسي رجعت. أوه مارك، انت عملت ايه؟ واو، جميل قوي، شكرا. عيلتي، انا رجعت. ايه؟ مفقودة؟